علاش نحيت الواضح؟ باش ما عرف لي تاعهم تاع الضومي اللي شفاه. صافا بيان والله الحمد لله. وانت خلاص دازك دبي؟ راك تعرف الواحد يتبع مخروجه الخبزه. واش تقول الناس اللي ربحوا الباك اليوم؟ مبروك عليهم كاع، ومام اللي ما ربحوش ثاني مبروك عليهم، علاش داو اكسبيريونس. اسمع ما تنساش صيد صويا. ماشي مشكل، رانا اون فلا. اللي ما ربحوش الباك ثاني نورمال، ماهيش حاجه فريمون اللي راح تحكم على حياتهم. وثاني اللي راهم يشاركوا اليوم في ليفرمون، صافي با دير معناتها اللي كلاس اخر من الاخرين. سي جوست البوبليك خير بنادم. خاطر بالك فوت واحد ربح. ايه عادي فوت زايد، باسكو علاش لونجاجمون يلعب دور. واحد عنده بزاف لي زابوني يقدر يربح، مي كومام اللي راهم هنا كاع في الكاتيجوري تاعهم يصلحوا بيان، باش ما نطيحوا من قيمة حتى واحد. ثم جميع انسان شارك والحق ولا فيناليست سي كيستاهلها. وهذا مكان، وانا ما شاركتش، انا جيت ام في تي برك، انا جيت نشوف الجو والامبيونس باش نهضر معاكم، هذا مكان. صافي بليزير. كون يقترحوا عليك باش تمثل دور رئيسي في رمضان الجاي تقبل؟ نقبل. نقبل بصح سا ديبونس لو سيناريو، الا كان حاجه ريسبكتيوز للمشاهد الجزائري، باسكو حنا مجتمع محافظ. الا كانت تسمى لو رول هذا كل لو فيلم ولا لا سيري اللي داروها تكون فيها لي ليميت جاكسبت، سينو اوتر شوز ميم يبروبوزيو لي كاشي كبير منها وتكون فيها عفسه عيانه في المجتمع تاعنا ما نديرهاش. فكاهه ولا دراما؟ فكاهه والدراما في زوج. شنو نحب فكاهه خير؟ باش كان الناس كي يضحكوا يدعيوا لك بالخير. واش اخر نكته ضحكات؟ والله ماني شافي تلمو نهار كامل ندير في النكت يرعوا لي نتاهم. اخويا صافي بليزير. سينو جات سخانه على الجزائر تاع دبي؟ لا لا والله ما كيف كيف دبي بزاف كاع حصلتوا فيا دوكا. نروح نعاود نلعب نروح حوستوني. صافي بليزير، ميرسي بوكو على هذه القصره الخفيفه. بالتوفيق. ميرسي بوكو، بالتوفيق لكم انتم ثاني. ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله دائما يدعوا لي، وان شاء الله نترفه ندير دراهم يا ربي ملاير فلوس فلوس فلوس.